سيد محمد، يعني أنا نتكلم عن المجلس المحلي غات، يعني هل هو فعلا زيارة مدينة غات يعني تم ربط بينه وبين المجلس المحلي غات أو لا؟ لا لا أبدا أبدا، كمجلس محلي ليس لدينا معلومة نهائيا عن زيارة التني مسبقا ولا حتى في وصوله ولا حتى في. طيب يعني ما الانطباع؟ ما الانطباع سيد محمد أو ردة فعل المجلس حول زيارة الثني إلى غات، ونحن نعلم أن الزيارة أتت بعد اقتراح المؤتمر الوطني للحوار في غات؟ الحقيقة احنا طبعا احنا ما لناش مكان للاستضافة، يعني مدينة غات الحقيقة مدينة غات منكوبة هذه الأيام يعني، وتمر بضائقة كبيرة جدا ومحتاجة إلى معونات وتقديم إعانات والوقوف على المواطن والاحتياجات المطلوبة للمواطن، وهذا الشيء قامت به حكومة الحاسي الحقيقة مشكورة بارك الله فيهم، قدموا ما يستطيعون تقديمه وحاولوا أن يفكونا من هذه العزلة الحقيقة، أو يحاولوا يربطوا المواطن بمناطق ليبيا الأخرى عن طريق المواصلات عن طريق المواصلات. فجيت التني يعني لا اعتقد يعني فيها فائده لغات الحقيقه، يعني ما هذه الزياره الثانيه بالوعود، لا تاتي الخدمات بالوعود يعني لا اعتقد يعني.